لكل المشاهدين لليوم. نحن وياكم طبعا الخميس 15/20/2012. اكيد بتوافقوني الراي انه حياتنا مثل الكتاب، في صفحات حزينه، في صفحات مفرحه، في صفحات بتكون حماسيه كثير. شو رايكم انا وياكم اليوم نقلب الصفحه ونبدا صفحه جديده، هالصفحه تكون المفرحه، اذا طلعت لنا المش مفرحه نرجع نقلب على السريع الصفحه الثانيه ونبلش نهار حلو، حياة جديدة، وطبعا دايما نفكر بالميلة المليانة من الكباية. صباح الخير لكل المشاهدين، نحن وياكم من هلأ لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت بكل فقراتنا. مش بس نتواصل نحن وياكم عبر هالشاشة، نتواصل كمان عبر الفيسبوك www.facebook.com/alam.الصباح وتويتر @alamalsabah وطبعا عبر الويب سايت alamalsabah@future.com.lb. اذا اي اقتراحات فيكم تقترحوها، تحطوها تساؤلات، نحن بنجاوبكم، نحن وياكم دائما على تواصل. من عالم الصباح فقرات كثير من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. بدي صبح بالخير شيف شادي، يعطيك الف عافيه. صباح الخير، انا عندي نصيحه زياده عنك. اي يا ريت كل يوم بنقلب صفحه امبارح. صحيح، شغله كثير حلوه. لا اوقات الصفحه ما بنحب نقلبها، اذا كانت حلوه بنكملها. معلش بنخليها تصير احلى جوزيف، معلش. طبعا معلوم. يعني دائما الطموح ما يكون مادي بس وعملي، انما بالعمل، يعني بالحياه العمليه، انما الطموح دائما يكون بالسعاده وبالفرح، لانه ما في احلى من الضحكه والفرحه. وما في شو عامل بوتوكس؟ ليه؟ مبين ناضج اليوم هيك مبين. لا، في شامبوان جديد ما في يعمل له دعايه. اوكي. تتحمم فيه جادي، بيعطيك هالنضاره هيدي. سؤالك على بكره مش بمحله. منيح شادي، لان لك طبعا معك وقفات عديده خلال هيدا النهار. لكل المشاهدين بقول لكم انه فقراتنا كثير، شو رايكم نشوف هالفيديو عن شو عنا فقرات؟ بحلقه اليوم من عالم الصباح بنتابع الابراج مع كارمن. شو الفرق بين الخوف والفوبيا على صحة السلامة ورواء؟ شو درج بموسم خريف وشتاء 2012-2013؟ وكيف منقدر نلبس هالملابس مع لما بيشوفي؟ منكمل مع وقفة خاصة لل703، زراعة البصليات هلأ وقتها مع كندا بأرض ورد. اتصالتكم المباشرة مع كارمن لتعرفوا أكثر عن حظكم وزودياك. غيدة معنا مباشرة من جامعة الانديو ومهرجان الأفلام الطلابية السادس بسينما. خلينا نحكي أكثر عن التعبير عن الغضب والتعامل معه مع تانيا. آخر الأخبار والنشاطات الثقافية والاجتماعية مع زينة بأجندا. ورشة ملح على الطبق اليمني المطفاية مع شيف شادي. إذن أنا وياكم بنكمل عالم الصباح وبنبدأ الانطلاقة طبعا مثل دايما وتحركات الكواكب اليومية ضمن الأبراج مع كارمن. وما تنسوا أنه اليوم مثل ما قالت من شوي بالفيديو أنه في عنا وقفة مع غيدة مباشرة من الأنديو لمهرجان الطلاب للأفلام القصيرة اللي بصير للمرة السادسة على التوالي. ننتقل لعند كارمن بأبراج. صباحكم بالخير، اليوم الخميس 15/20/2 نوفمبر، القمر مرافقنا كل نهار من برج ناري من برج القوس. اجواء كثير حلوه بترافق مواليد برج القوس، مواليد برج الحمل، ومواليد برج الاسد. ثلاث ابراج ناريه اليوم اوضاعها جيده جدا. كيف رح بيكون هالنهار على كل الابراج؟ خلونا نبدا ونشوف نهارنا كيف رح بيكون، والبدايه مثل العاده مع برج الحمل. مولود برج الحمل ينتمي لمجموعة الأبراج النارية، وبالتالي اليوم نهاره موفق، نهاره حلو، نهاره مريح ومطمئن. الجو معقول يحمل فيه سفر، معقول يحمل فيه عودة من سفر، معقول يحمل أيضا طلة جديدة وفكرة جديدة بتلمع براسك. كمل وروح على أهدافك، لأنه اليوم أنت بتقدر تحقق الهدف. بعتبر المولود الأنشط اليوم هو 17 و18 نيسان أبريل، إما اللي عنده تغييرات مهمة حاليا 26 ل 28 أدار مارس. مكمل أبراجنا مننتقل للبرج الثاني يلي هو برج ترابي، يلي هو طبعا برج الثور. بالنسبة لبرج الثور ارتياح، بعد 3 أيام كان فيهم عاصفة ببرجك، الجو اليوم مطمئن نوعا ما، لكن بيطلب من مولود برج الثور انه يتحرك باتجاه مصالحة، باتجاه قواسم مشتركة بتحطك بجو نوعا ما اريح
وما في هالقد توتر. يمكن اليوم تضطر انك تتنازل عن فكرة او تعتذر عن مسألة زعجت الاخرين. بعتبر المولود الاكثر حظا 28-29 نيسان ابريل، وبعتبر المولود يلي معقول يكون في عنده معاكسات ما عم بتخليه يتقدم 24-26 نيسان ابريل، وايضا هنالك بعض الخلافات اللي معقولة تطل عن مواليد 15-18 ايار مايو. منكمل ابراجنا بننتقل للبرج الثالث يلي هو برج هوائي، برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الجو اليوم عنده مخربط، يمكن من أول نهار مخربط، يمكن مبلش نهارك بشكل إيجابي لكن فجأة بيصير شيء معقولة يسبب لك مواجهة تعب نرفزة وتعصيب. حاول مولود برج الجوزاء هالطاقة الكبيرة اللي عندك إياها توجهها باتجاه صحيح، لأنك بتملك اليوم الطاقة، حاول تعرف توجهها باتجاه يطلع منه نتيجة إيجابية. انتبه من مخالفة القوانين. وبعتبر المولود الأكثر حظا اليوم هو 8-9-10 حزيران يونيو. منتابع ابراجنا بننتقل لبرج مائي يلي هو برج الرابع، برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، الجو اليوم في شغل، اليوم جو شغل، اليوم الجو بيطلب من مولود برج السرطان انه فعلا يكون ابكر بشغله، يبكر على شغله، يمكن شغله وحده بتاخذ كل النهار، ويمكن حتى ما عاد بتلحق 100 شغله فوق بعضها، اذا ما تلتهي اليوم، مساله معقول تكون صحيه طارئه، يمكن تكون ايجابيه او غير ايجابيه، بمعنى انه يمكن انت تبلش تهتم بصحتك او يمكن يكون في عندك مساله تسبب لك بعض القلق. الاكثر حظا بالرغم من هالجو 25-26-27 حزيران يونيو. منكمل ابراجنا ومننتقل للبرج الخامس يلي هو برج ناري، برج الاسد. مولود برج الاسد بانتظاره فرحه، بانتظاره نجاح، بانتظاره تقدم، بانتظاره فكره حلوه تنطرح او يمكن خبر حلو بيوصل لك. الاجواء اليوم مطمئنه عند مولود برج الاسد، يمكن في مصالحه عاطفيه، يمكن في لقاء كثير حلو، تسليه وترفيه عن النفس، من الايام يلي حلوه لا باس بها. وبعتبر المولود الاكثر حظا اليوم 28 وايضا 29 تموز يوليو. منكمل ابراجنا بننتقل للبرج السادس يلي هو برج ترابي، برج العذراء. مولود برج العذراء يا اما قاعد ببيته يا اما قاعد بالمكتب وراسه فكره على بيته، مسائل نوعا ما بتخلي مولود برج العذراء اليوم يشتت افكاره لانه باله مشغول على مساله شخصيه او عائليه. الاجواء اليوم مش بالضروره ابدا تكون سلبيه، بمعنى انه معقول اليوم يكون مشغول بالك على شيء او عم تهتم بشيء شخصي لكن لمساله ايجابيه، يعني عم بتعمر بيت، عم تصلح بيت، عم تحتفل بعوده حدا غايب، حدا مسافر، او يمكن فعلا انت عندك حدث حلو ايجابي. بجميع الاحوال ما ضروري تتوتر، اضبط اعصابك. وبعتبر الاكثر حظا 31 اب اغسطس 1-2 ايلول سبتمبر. منكمل ابراجنا بننتقل للبرج السابع يلي هو برج هوائي، برج الميزان. بيناسبه مولود برج الميزان القمر الموجود ببرج القوس، بعيد عنه ثلاث ابراج، الميزان، العقرب والقوس، ثلاث ابراج، هيدي زاويه ايجابيه بتعطي مولود برج الميزان افكار حلوه، مخيله قويه، بتخليه ينطلق بقوه مطرح ما بيريد، حتى يمكن على صعيد الكتابه، اليوم انت مبدع وملهم، بتتنقل كثير، بتتحرك كثير، التواصل مع الاخرين جدا مفيد، لذلك ما تسكت. بعتبر الاكثر حظا 6-7 اكتوبر، بدي اضيف لهم ايضا 15-20 اكتوبر تشرين الاول. منتابع ابراجنا بننتقل للبرج الثامن يلي هو برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بعتبر نهارك اليوم حلو، في بحث بمسائل مالية مصرفية قانونية لكن يمكن تجارية، يمكن يكون في ربح اليوم، يمكن عم تشتغل على فاتورة، عم تبحث بتفاصيل دقيقة بتتعلق بمبلغ من المال. جميع الأحوال يمكن يكون في احتمال لإلك، امتحان لإلك، بمعنى أنه في تقييم لمؤهلاتك وكفاءاتك. الجو العام إيجابي، فعلى الأرجح أنت اليوم ربحان. بعتبر المولود الأكثر حظا اليوم هو مولود أكتوبر، لكن انتبهوا 27-28 و29 أكتوبر من أي فشل طارئ. منتابع أبراجنا بننتقل للبرج التاسع يلي هو برج ناري، برج القوس. يلي طبعا القمر اليوم ببرجه عم بيحتفل بصفحة جديدة بخبر، أو على الأقل في عنده طاقة كتير حلوة اليوم، أنت فعال، أنت نشيط، قادر تبرم الأمور وتقلب المعطيات نوعا ما لصالحك، مش هالقد لكن في تقدم ملموس، تقدم اليوم إذا حابب
تعطي جواب أو تاخذ جواب على الأرجح هيدا هو نهار الأفضل والأنسب لذلك. بعتبر المولود اللي لازم ينتبه من المجازفة من السرعة من المغامرة 19 ل 21 ديسمبر كانون الأول. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج رقم 10 يلي هو برج ترابي برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم في تريث، أنت في حالة ترقب، ناطر شيء، حايص حصان، يعني ناطر شيء وما عم بيصير. الأجواء اليوم ما بتحمل خبر اللي مولود برج الجدي، في نطرة، يمكن في زهق ويمكن حتى في تراجع أو فشل ببعض الأمور. حاول مولود برج الجدي تنطر، إذا بتقدر تنطر تتريث لبكرة وبعد بكرة بيكون أفضل بكتير. بيبقى المولود يلي لازم ينتبه من السرعة من المجازفة 22 و30 ديسمبر كانون الأول. نتابع أبراجنا، بنوصل للبرج رقم 11 يلي هو برج هوائي برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم نهاره نوعا ما بيحمل بعض الراحة، بيحمل بعض التقدم، بيحمل بعض الأخبار الحلوة، الناس اللي بتتجمع حولك وبتساعدك وبتزقف لك وبتشجعك، هذا أمر كتير حلو لحتى تكمل بالطريق اللي أنت اخترته. الجو حتى ولو متوتر بيحمل له خبر إيجابي لمولود برج الدلو، والأكثر حظاً 2 3 4 8 9 10 شباط فبراير. نوصل هلا لآخر الأبراج معنا يلي هو برج مائي وطبعاً هو برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت التأثيرات الفلكية بتقول أنه بعض الضغوط عليك اليوم هي فقط لحتى تجربك، هو تجربة وكأنك بتمرق اليوم بتجربة صعبة، لكن إذا أنت شاطر بتقدر تنجح. نهار كتير مهم لمولود برج الحوت، حتى ولو في توتر بعتبرك من الأبراج الناجحة يلي معقول يكون في فرصة قدامك لازم تعرف تاخدها إذا كنت شاطر وإذا كنت أدى. بعتبر المولود الأكثر حظا اليوم 15 ل17 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم بانتظاره سنة حلوة تتركز فيها الأضواء على مسائل مالية، سواء مدفوعات أو حتى مكاسب وأرواح أرباح، أو حتى يمكن يكون في عندك مكافآت تقديرية معنوية لألك. نوفمبر تشرين الثاني، أدار مارس وتموز يوليو هن أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لليوم، بدي أتمنى لكم نهار حلو ونهار موفق. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة، باي باي. طبعا هيدا بالنسبة للأبراج كارمن، لكن لنا لقاء تاني معك اليوم ضمن فقرة زودياك واتصالات المشاهدين. نحن وياكم وقفة بسيطة وبعدها منعود للمتابعة مع ريوى الأطرش بفقرة عصحة السلام. اليوم رح نحكي عن الفوبيا والخوف والفرق بيناتهم. بوجور زوزو، كيفك؟ هاي كيفك شاف؟ بلا من وقتها ما حكيني من شهرين. لا رجع من زمان ب 12 اكتوبر رجع. ذكري فيه قال لي بده يحل لي مسألتي وقصتي وحياتي مع البوليس. عن جد؟ انا بذكره يعني. هاي بونجور، ايه بذكره، ايه سمعتك كثير منيح. لا بس بنعمل الانترو، بنعرف الفيتش، بنقدم الفيتشر ومن صح. ايه بس بليز حبيبي بتفرجيني حالي شوي. يا كيفنا؟ خلص هلا بحكي بس نطلع. انت ما بتطلع بعد هيدي، ما بتظهر، بتطلع على الوحدة. انا بحكي هلا ظابط هيدا الشيء. تمام. شو الأخبار؟ تمام. إنه أنا الذكاء ليه عم بتطلع على جنب؟ ما هي المونيتور بوشي. هاي فاين. لا شو هو؟ ها هيك خدي الجنيبة أكثر، فلانجي على الميكرو عم بحبه. ها هيك؟
من فوق. من فوق. اها منيح هيك حبيتي؟ اوكي. جود. خليها. حطيتها. شو هي؟ بدك بسمع منك انا. كاميرتي ولا اوكي ثانكس. قالوا لنا اذا عم تطلع انه ايه عن جد ولا عودة للمتابعة. نحن وياكم لليوم الخميس 15/20/2012. مثل ما قلت لكم اليوم على صحة السلامة رح نحكي عن الخوف والفوبيا، شو الفرق بيناتهم، كيف لازم نتعامل معهم بأي طريقة ونعبر ونكون صريحين مع حالنا ومع غيرنا منعيش بشكل أفضل. نحن وياكم على صحة السلامة. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. بنعرف كثير منيح انه الخوف موجود عند الكل والفوبيا موجوده عند بعض الاشخاص. صح. اللي هن بيتعاملوا معها بمعاناه اوقات واللي حواليهم يمكن ما بيحسوا فيهم. مزبوط. ما بيتفهمون. ما بيتفهمون او بيفكرون انه عم بيتغنجوا، يعني عم بتغنج بتخاف اللبسينة، عم بتغنج بتخاف من الصرصور، او هيدا ما بتعمل شيء. ما فيها، واصلا هي يعني الواحد مش بايده. صح. يعني اللي بيعمل الهستيريا ما بيكون بايده لانه. صح. عنده هالفوبيا. بس في فرق طبعا بين الخوف والفوبيا. صح. وفرق شاسع. مزبوط. كيف لازم نتعامل معه وشو هو الفرق؟ اليوم هو موضوعنا. صح. الفرق انه الخوف هو ردة فعل او خوف من شيء مبرر. نعم. يعني انت صار في واجهت خطر، حدا هاجمك خفت او حسيت بالخطر، صار حريق خفت تصرفت. الخوف هو عقليا ومنطقيا مبرر، لك حق تخاف لانه شيء بخوف. نعم. وبصير عندك ردة فعل اللي هي بتنرعب، يمكن مرات تقدر تتصرف بسرعه، يمكن مرات يصير معك بلوك ما تتصرف، بتتوقف من شخص لشخص. هذا خوف. الخوف. لكن الفوبيا هي الخوف من شيء غير مبرر، الخوف غير مبرر، مثل ما عم تقول بسينه، بعرف انها ما رح تاذيني، بعرف انه ما رح تعمل لي شيء، بس مش بايدي بخاف منها، اذا قربت مني يمكن صرخ، يمكن اطلع عربش على الكرسي، يمكن اركض، ما بعرف. في انواع مختلفه من الفوبيا، فالفوبيا منطقيا ما في مبرر لها. طيب ممكن الواحد يخلص منها مثلا من دون لحاله بدون مساعده اخصائي؟ حسب حده الفوبيا ومن شو منخاف. نعم. في بعض انواع الفوبيا بتكون على صغر، بس نكبر شوي بنتخطاها بتقطع ما في مشكله، مثل الفوبيا من حشرات، بنلاقي يمكن الاولاد بشوفوا صرصور يمكن يصرخوا يبكوا، او بشوفوا حتى على التي في حيوانات يمكن يخافوا منهم، بس يكبروا خلص ببطلوا يخافوا، ويمكن لا ولد يشوف صرصور يجرب يمسكه. ايه يعني بتختلف من ولد لولد. لا انا بفضل يخاف منه. ففي انواع فوبيا بنتخطاها بتكون على صغر بنتخطاها على كبر، وفي انواع فوبيا بتستمر معنا. لانه انا بعرف حالات واشخاص كان عنده الفوبيا مثلا على البسينات او على الكلاب.
هلا عندهم كلب بالبيت. ممكن بس على كبر يعني على الفوبيا كانت على كبر وقدروا يتخطوها. هي بتكون يمكن نتيجه اكسبيرينس تجربه معينه ارتبطت بذهنهم بانه شيء بشكل عليهم خطر او شكل لهم نقزه او مفاجاه فارتبطت بذهنهم صار عندهم هالخوف لكن قدروا يتخطوه. بس بكثير من الحالات بنكون نحن اذا الفوبيا كثير قويه وعم بتاثر على حياتنا رح اقول شو فيها انواع فوبيا بتخلينا بنكون بحاجه لمساعده مختصه 90% من الحالات نتخلص منها. قبل ما تقلينا عن الانواع في انا بعرف انه مثلا اذا عندك فوبيا من الصرصور بتكون هذا الشيء مش الصرصور اللي مخوفك انت وصغيره، تكون خافي حادثه كميون مثلا صارت معك تتحول لتصير فوبيا من حشرات. الحقيقه ما بعرف لانه في انواع اللي هي الفوبيا بتصير يا اما خوفنا الولد فيها يعني خوفناه بهالشيء فشكلنا عنده خوف او نحن خفنا قدامه. وحتى كمان في انواع من الفوبيا بنعتبر انه العيال في عندها تندنسي او ميول اكثر للفوبيا، يعني اذا عندنا حدا بالبيت عنده فوبيا من شيء معين ممكن الاولاد يطلع عندهم فوبيا من شيء ثاني. ردات الفعل مشابهه بين الخوف من الفوبيا؟ مرات متشابهه لانه انت عم بتخاف من شيء بس هنيك الخوف منطقي مبرر، في شيء عم بشكل خطر جاي عليك سياره رح تصدمك اكيد حقك تخاف. وفي شيء خوف غير مبرر منه منطقي. هلا رح نشوف تقرير عن الفوبيا شو في انواع من الفوبيا والناس تخبرنا من شو بخافوا ومنكفي. الفوبيا اللي عندي اياها هي كلستروفوبيا، الخوف من الاماكن المغلقه. انا بخاف من كل شيء واكثر شيء بخاف من الطياره. انا صغيره دائما انا في فوبيا فروم كل فواكه كلهم. الكلستروفوبيا بتحطني بمواقف ايام كثير محرجه يوميه، من المواقف المحرجه كمان بالجامعه كنا بكور الفوتوغرافي وعم نزهر باللابوراتوار وكنا انا ورفيقتي بس، فهي بتفوت بتسكر الباب وراها وبتطلع مسكت الباب بايدها، فهي عم تضحك لها هذا موقف انه بضحك، فانا طلعت هيك وخلص حسيت انه انعزلت عن العالم، قعدت بالزاوية الأوضة، جمعت إجري وإيدي وصرت هز وصرخ. بس رقت شوي قالت لي إنه هيدا كان أغرب شيء شفته بحياتها. أنا بما إنه مدرب بنادي الأنصار انجبرت أطلع بالطيارة غصب من عنا، الوحدة اللي حصلت معنا بالطيارة هي قصة الطيارة انقطع الأكسجين من قلب الطيارة، نزلت المطبات الأكسجين حتى تعطيكها، وعم بتطلع فيهم وقفت وقف لأطلع فيهم شو صار شو حصل شو كذا لنعرف المضيفات بيعرفوا إذا بيعرفوا بهالشيء أو مطبات أو شيء. أنا ما حدا عم رد على حدا. رحت أنا لحتى آخذ أكسجين من أي وحدة متلانة الطيارة ما فيهم كل واحد حاطط كمامته، رجعت لمطرحي بسرعة لآخذ الكمام لقيت زميلي قاعد حاطط اثنين حاططهم بوجهه وعم شد فيه ما يعطيني شيء، وأنا صار وجهي شو شكل غريب عن كل العالم. بس رجعنا ونزلت الطيارة على المطار وهذا نشطت شوي وشفت حالي نتفه وصرت بقى احكي لهم انا الطيارة ما بتفزع خليكم رجال انتم ما تخافوا من ما انا شو عم برجف من قلبك ومصفر قد الدنيا. I cannot eat والله I can't. مثل ما شفنا جوزيف انه في انواع مختلفه من الفوبيا اللي هي الفوبيا من الطياره ومثل ما بين انه نتيجه اكسبيرينس صارت يعني صار في تجربه صار في مشكله بالطياره وهو فيها صار عنده خوف والكلستروفوب مثل ما كمان بالاول مش قادر تطلع بالاسانسور صح الاماكن المسكره المغلقه بيكون عندنا هيدا فوبيا طبعا هيدي فوبيا انه اي مكان مسكر صغير ما بنقدر نكون فيه. في اشخاص عندهم فوبيا من الاماكن المزدحمه يعني اذا واقفين بصف طويل ناطرين دورهم ليفوتوا على البنك او ليحجزوا لمحل او فاتوا على محل مزدحم مثل مسرح او شيء بصيروا حاسين اول ما عم بيطلعوا خايفين انه انا اذا صار شيء من وين بدي اهرب بصيروا عم بفتشوا على المخارج لل
الهروب بحالة الطوارئ. في فوبيا من النجومية كمان، أنا بعرف أنه أحد النجوم الكبار بلبنان بخاف من العالم. سوشيال فوبيا. صح، سوشيال فوبيا هيدي بنخاف منها، انه ما رح اعرف اتصرف وقت يصير لازم احكي شو بدي احكي، الناس رح تتقبلني ولا لا. فالسوشيال فوبيا وبتاثر على حياته الاجتماعيه للشخص. من هيك بنقول لما الفوبيا بدها تاثر على حياتنا وحياتنا اليوميه وتعاطينا مع العالم وشغلنا ودرسنا وكل هالامور، اكيد نحن بحاجه لمساعده. كيف بدي اتعامل اذا في تعامل يومي مع الموضوع؟ هل بياثر صحيا عليه؟ مثل بنعرف الفنان الكبير الموسيقار ياسر رحباني مؤلف الموسيقى، بنعرف انه فوبيا من الطيارة، بيقولها علنا ومضطر يسافر بشكل دائم. صح. هذا الشيء صحيا بيأثر؟ يعني إذا كان عم يتعايش معه في خوف وفي انكزايتي وفي توتر، من هيك لازم يكون في علاج. يعني لازم هون يكون في مساعدة، في كوجنيتيف ثيرابي، يعني علاج لطريقة تفكيره، وممكن يساعد يعني سايكولوجيكال ثيرابي. نعم. فمن هيك بنقول الثيرابي كتير مهمة. كمان في فوبيا من الأمراض، في أشخاص وجعهم راسهم هي معي كانسر، خلص في هوس الكانسر براسهم، ما بعرف حسوا بمغص بمعدتهم، أكيد معي كانسر. دايما في خوف من الأمراض يعني. إيه بس أكتر مرض معين، يعني حاطين براسنا مرض معين وعندي فوبيا من الكانسر، خلص اي شيء بصير معي اول تشخيص براسي انا بده يكون هو كانسر. فوبيا كمان مثل ما قلنا من الحيوانات الاليفه، من العلو شفنا كمان، يعني في اشخاص بيكونوا اذا وقفوا على بلكون عالي ببنكوا خلص بيجمدوا محلهم، او اذا طالعين على درج بيوصلوا عنص الدرج لا بقى قادرين يطلعوا لا بقى قادرين يرجعوا ينزلوا، هون في خطوره لانه يمكن ما يعني خلص ما يعرفوا يتصرفوا. في كمان فوبيا من الجروح والدم، يعني بشوف دم بوصل لمرحلة ممكن اغمى. او ما اعرف اتصرف. فبس حبيت انه ضوي على فرق بين الخوف والفوبيا، والفوبيا مثل ما قلت بدنا ناخذها بصورة جدية، يعني ما نقول للشخص ما تخاف ما حيعمل لك شيء، ما في شيء، مش بايده، نوقف معه. مش بايده، بالعكس بدنا نحاول نريحه. الشيء اللي زعجه نبعده عنه، يعني اذا بخاف من حيوانات اليفة نبعد الحيوانات الاليفة عنه، نخليه يروق، واذا هالشيء مثل ما قلنا عم بيأثر له على حياته اليومية لازم يكون يعني في ردة فعل اوقات بتكون مش عادية، مش عادية ومش بايده، يعني بيكون في بانيك. صح، في هستيريا وبانيك. نعم. وانكزايتي ورعب وتصرف غير منطقي. نعم. فبدنا نفهم هالشيء ونحترمه لانه مش بايده الشخص. يعني انا عندي مشكله مثلا من مدينه الملاهي، مش بايدك، مش بايدي، مش بايدي. العالي مش الاوتوتون بونوز. انا عم بحضر الموضوع بس قبل ما نختم كل الوقت عم تخطر على بالي نكته جوزيف. نعم. بقى بدي اقولها، في شخص كان مفكر حاله عظمه. عظمه؟ هو مفكر حاله عظمه. نعم. فراح عند السايكولوجيست تتعالج، بس خلص اخر جلسه قال له انت شفيت وخلص، شو انت مفكر حالك عظمه بعد؟ قال له لا انا كثير منيح. طلع ما في شوي راجع ومرعوب وخايف ومتخبي، يا حكيم قال له شو بك؟ قال له ما خلص انت عارف حالك منك عظمه؟ قال له ايه بس بلكي الكلب اللي برا منه عارف. يعني ما راح يمشي الحال. لا بس 90% من الحالات بيصحوا وبيتغلبوا عليها، فلا اذا عندنا فوبيا فينا نعالجها ونخلص. يعني انا بتمنى انه دائما نفكر بهالطريقه، انه الشده اللي ما بتقتلنا بتقوينا، يمكن اذا فينا نوصل لهالتفكير هذا، يعني ممكن انه نتخلص من الفوبيا اللي عنا اياها. شده مرقت علينا ممكن تعطينا القوه اكثر لانه نتغلب عليها بالمره الثانيه اذا صارت معنا. حاولوا انه ما يعني قد ما فيكم تسيطروا على حالكم، ما تضروا حالكم من خلال ردات الفعل السلبيه. وفينا نلجأ لمساعده مختصه، طبعا مساعده مختصه، واوقات واحد لحاله في خلص، لانه يعني بتجارب شخصيه انا شايفها قدامي. صح. مع اشخاص كان عندهم فوبيا من كذا شغله وتخلصوا منها. لكل المشاهدين نحن رح نتوقف وقفه بسيطه وبعدها بنعود للمتابعه مع علما بفقره شو في، وعندنا اخبار كثير اليوم عن الالوان وشو بيبقى لكم من الالوان انه تلبسوها. خليكم معنا. فابيا هلا بوجور حياتي، انا ماشي محزمه، ايش جايز كاني فاتت على المستشفى تبع المجانين، ما حدا يخدني من ورا، وضعي كثير تعبان. ما في ورا؟ ما شو بتريد مسيو سامر؟ هيك منيح جايز؟ ام اي اوكي؟ بوجور انت حبيبي، انت دائما قدامنا شايف مش ورانا. ايه مامي انا معك. ايه بعدين ايه بدنا نفس الشيء. اوكي ايه بس شو هو وديم فيتشرز؟ يعني ناس عم تسال
مزبوط. اوكي قلنا شو اسمه البرودكت تبعت المخده بس خلص اذا بدك شو حياتي؟ لا انا عم بحطهم دائما ليكي سوري بس احنا اول صوره نحن حكينا عن الكوتس ما هيك اليوم بس هولي عن الكوتس مش هيك هني هولي كلهم تيب لا مش كوتس لا لا مش كوتس ايه مزبوط مزبوط هلا ذكرتهم اوكي دارلين اوكي اوكي هلا هوم كان وير وات والترندز تبع هالسنه شو ما حد شوفهم اوكي اوكي هاي قومي قال لك انا خلص خلص حفظت حفظت وبطلع لورا دون وريز دون وريز رحت قال لك انا ايه Thank you, darling. Okay. ما في بريك يعني بس خلي جوزيفا اقعد على الهواء انا كان بدي احكي معه كلمتين بس لجوزيفا ما بنلحق يعني شو بدك نعرض كلهم ولا وحده ولا لا كلهم 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 بنحطهم اي عودي نحن وياكم لمتابعة عالم الصباح. بالفعل شو في قصص بنشوفها قدامنا دغري بيخطر عبالنا نسأل انه شو في شو صاير عليكم تعملوا هيك. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم بهم الكل هي الالوان. عرفوا نسقوها مع انه ممكن ما تخافوا من الالوان اذا عرفتوا شو بيلبق لكم. شو في مع لما لونت؟ ما عندي شي زيد بفتكر خلصت الحلقه. بدكم ما تكون شيء فظيع. لا هو اوقات الالوان تستفزك يعني في اشخاص اوقات بيقولوا انه لا انه عطوا له اسود طب انه غيروا حطوا طعمه بشي لون ثاني. ما هو ليش بصير هيك؟ الاسود از تو بي اون ذا سيف سايد. شو بيعملوا؟ لانه الاسود معروف هو اللون يلي الواحد بيستر حاله فيه. بيقول لك كيف مدار الامر رح تزبط. انا ما بلوم الناس بفضل يلبسوا اسود اذا رح يلبسوا اللون غلط. واوقات كمان اللي بيستفزك انه السنه دارج الموف. ايه مثلا ايه بصير معك بالموف ما. بيضرب معك الموف بكل شيء. فمش هيك اليوم رح نحكي عن الالوان يلي دارجه لانه سالوني انه في كتير الوان دارجه شو بدنا نلبس. رح نشوف نحن وياكم بعض الصور طبعا ونحكي عليها. انا لبست لك من الالوان الدارجه وبلش ديجا اول لون جوزيف دارج معه يحو طلع السنه لون الكحلي والاسود. هيدا اللونين كانت الناس خافت تلبسها مثل البني والاسود يقولوا لي كيف بدهم يمشوا سوا هن اجمل لونين. برجع دائما بذكر الناس انه وقتها بنلبس لونين متقاربين يعني بيج ابيض اسود بني اسود كحلي بنكون فتنا باكثر شيء شياكه ممكنه. أوكي. مش ضروري ننقز العين ما بعدك عم تقول نشوف اشياء بتنقز. سيدي دارج اللي عم نشوفها الصوره لكارولينا اريرا اوكي نيفي بلو وبلاك.
هالالوان هيدي بتلبق للي تعتبر الوان الوينتر كولر بالباليت اوف كولرز. عم تحكي بدلات كمان يعني في واحد يلبس قميص كحلي وبدله سوداء. طبعا طبعا والعكس مزبوط. القميص السوداء والبدله الكحليه لمين بيروح؟ للبشره يلي تابعه لنظام الكولرز اللي اسمه وينتر كولرز يلي بيلبق لهم الالوان الاساسيه الرو كولرز الكحلي الاحمر القوي الفوشيا الاصفر القوي. دونك لمين بيلبق هالالوان؟ لهالناس يعني مش الالوان اللي بيلبق لهم الايرث كولرز غير ناس. رجعنا على الكحله، نحن فايتين بالكحله السنه بقوه، اوكي؟ هلا بتفرق اوقات الوان الكحله مش ضروري نفس التوناليتي، اوكي؟ مايك جايكوبز بنسر هالقطعه، طيب اذا بتلاحظوا هاي القطعه بدي احكي عليها شوي، هاي القطعه لبستها الموديل مش رايحت لها. لانها كثير ضعيفه. هاي القطعه ما فينا نلبس كمان شغله نطلع مثل عرفت هول بخافوا فيهم العصافير. كان عندي واحده نظير هيك تعمل هيك. مش معقول. ايه مش معقول لانها كثير ضعيفه. انا بحضر حالي لركب مقلب بس تجي. لا لانه لازم تكون المقلب محلها فعلا. هن بيجيبوا المودلز كثير ضعاف. انا بطمنكم ما لازم ابدا تكونوا بهالضعف لتلبسوا القطعه لانه ما لازم تبين عليكم معلقه تعليق. لازم نعبيها شوي، لازم يكون عندنا فورم لحتى لانه ديجا في وسع وراح يغطي الفات. بس اذا كل المودلز ضعاف بالخمسينيات كان المودلز ناصحين اول بس هلا عم بيرجعوا وعم يمنعوا السايز زيرو. انت عرفت من زمان. هيدا احد الفساتين اللي لازم نكون شوي ملانين بعكس الموديل اللي شايفينه. هاي القطعه رائعه جدا. هيدي قطعه كمان لبستها الفنانه ديان كروجر. كمان اسود وكحله. رجعنا على الاسود وكحله. مين بيلبق له هالقطعه؟ الفخاده شوي ملانين فيها تلبسها لانه عم نضيع النظر بالقطعه الترانسبرانتي اللي جايه فوقها. لو كانت فخاده ملانين الوحده ولبستها بلا القطعه اللي جاي مخبيه الفخاد ما كان ممكن تلبسها. واكيد الزنود بده يكونوا شوي ضعاف. الليس اللي شايفينه فوق حتى لو صدرنا شوي كبير فينا نلبسه لانه جاي الازرق وقاصص الجسم. طيب لما أوكي الالوان اوقات بتنقزك وبتقولي وبتحكي عنا انه ومن بعد ما يعملوها مصممين يلبسوها ستارز عالميين بنصير نقول دارجه وكذا وحلو وليك شو لابقه مع بعضها. اذا حدا لبسها من قبل ممكن انه كمان ركب مقلب 100% لانه عندك ناس بدها حافز ثقه بتقول لك اذا هالديزاينر عملها يعني ماشي الحال يعني تاخذ وقت. بعد اذا طلعت لبستها الممثله معها حق. لا لا مش معها حق لانه في اشياء يا بتلبق لنا يا ما بتلبق لنا. لازم نعرف شو هن الكالرز اللي بيمشوا معنا. اذا كانت الموضه مثل هلا البرغندي، برغندي كمان الموضه السنه، اوكي؟ مين في يلبسها؟ نفس الناس الوينتر كالرز، يعني بده يكون عندها هون اكتفات البشره البيضاء. البشره بيضاء وصبر كمان، بس كل واحد بده يعمل له تيست، مشان هيك لازم تجي لعندي جوزيف. ايه انا على طول معك. على طول معك. بالضبط شو بيزبط. خبر مش خبر هلا. بقى هيدي البرغندي اللي عم نشوفها هي الوان الموضه السنه، بتلبق لكل الناس يلي شوي كمان ملانين، هيدا اتس كوت. كل الفساتين كل الكوت السنه مثل شكل الفستان. اوكي؟ كمان رح نشوف صوره ثانيه. صوره كمان عن البرغندي. السنه الموضه دارج الفلفت. شو بسموه الفلفت؟ مخمل. مخمل. المخمل كثير خطير، بدنا ننتبه بنصح. بنصح. فيلي بدها تلبسها بدها تكون كثير ضعيفه، هيدا شايفين القطعه كثير حلوه، بدنا نكون كثير ضعاف، واذا ما كنا ضعاف ما نلبس كلنا فيلفت، نلبس الجاكيت ونغير البنطلون. اما مدام ميشيل اوباما فيي لكم اول مره بتلبس قطعه بتلبق لها. يمكن يصير في ازمه، يمكن السفاره الامريكانيه تدلفن لي لانه مش مسموح. انا اول مره بشوفك. ما بعرف مين لما لونت، بليز بتعرفوا انا شو لما لون، بعرفكم بحالي. ميشيل اوباما عندها لذة تلبس اشياء تنصحها. يا مورد يا مورد يا مورق يا كرويتها. اول مره بتلبس اللون اللي بيلبق لها والقطع اللي بالبقلة لانه ما فيها كثير اشياء بتنقص ولا بتنصح. ما مش عارف منين اللبسه. لا لا ما عرفت وين. بس اتس فيري جود لاول مره. برافو مدام ميشيل. بتذكر اول ما طلع اوباما من 6 سنين الفستان اللي انحكى عنه بقينا حكى اكثر ما انه طلع رئيس. ما هيك لانه كان شيء كثير غلط ومش مسموح. اوكي رح نرجع على الجلد. السنه مثل ما حكينا بالحلقات الماضيه انه الجلد على الموضه. في هلا اللي عم نشوفه قطعه بتلبسها الناصحه الضعيفه القصيرة الطويلة لكل الناس هالقصة بتلبق. اللي حيفرق هو بس تقصير
الفستان من الكمام ومن الطول. تاني قطع عن الجلد حنشوفه كمان قدامنا كتير حلو، نوع من بانتا جاجينج مع توب. فخادنا بده يكونوا رفاع، بس التوب اللي فوق رائع لانه بيغطي اي شيء عندنا غلط لانه مقطوع بالنص. في عندنا زبر بيقسم الجسم، ما في خوف يعني اذا صدرنا كبير بننزل الزبر شوي اكثر، اذا صدرنا صغير بنعلي اكثر. واللي ما بيلبق له اذا فخادنا رفاع، بفضل شو نعمل اذا فخادنا ناصحين ما نلبس كلنا جلد من فوق لتحت. انت عم تقصدي نساء رجالا ولا بس عم تحكي نساء؟ لا هون نساء. معقول تلبس هالشيء جوزيف؟ لا بس اذا الواحد عم تقولي على قصه الزبر. الزبر ايه طبعا يعني اذا بس اذا صدر يعني حسب واحد افضل اذا سكر بيكون مشكله مزبوط لازم يسكر لفوق بين اكثر مشكله. نعم. هلا هاي القطعه بحب اقول لكم انه القطعه منها غالي، في كثير قطع هون بدكم تعرفوا انه الغالي والرخيص بتواجد افري وير. هاي القطعه بده يكون جسمنا كثير ظابط لنلبسها. بليز اللي عندها تضاريس بننساها. وقبل ما اختم بدي ارجع افسر له لجوزيف شغلي لانه كنا عم نحكي عن صوتي. فعلا عن الشباب وانا بشكرك لانك سالتني، اللي عنده عضل اذا سكر كثير الزبر حيبين اعرض. طبعا اذا بتفتح ازرار القميص او بتفتح الزبر اكثر بتريح الجسم. إيه بس يعني الزبر للموجود للضعاف احسن من للناصحين ولا العكس؟ اذا مسكر اكيد بنصحه. للضعاف منيح يعني. إيه بنصحه، بس اللي عنده عضلات يلبس ايه بفضل شوي يعني. عبري عبري. رح نشوف نحن وياكم هلا الناس شو حابة تسألني. بفتكر ما بعرف اذا فينا نلحق سؤالين اليوم. يلا. هاي لما بونجور كيفك؟ بدي اسأل اذا بيلبق لي مثلا للكولرز الدريسز بيلبق لي الشيء الفاقع ولا الغامق ولا انه احسن يعني انه الكولرز مبينين كثير ولا الدارك وهيك؟ كتير حلوة، انت فتاة كتير حلوة عندها سمرة كتير هيبة. عم تسألني اذا البشرة السمرة بيلبق للالوان الوينتر كولرز؟ ديفينتلي الوانك الوان صارخة ما تخافي منها. مش بيقولوا لبس الاسمر احمر تحك عليه، هيدي نسيها هالمقولات تبع ست ستة. لانه فالنتينو بنقي المنكاية اللي كتير غامقة بشرتها لتلبس له الاحمر تبعه. فانت بيلبق لك الوينتر كولرز ان الالوان البلوك كولرز. اوكي وجسمها كثير حلو على كل ما عنده اي مشكله. رح نشوف ثاني سؤال. هاي لما جاكيت جينز تلبق لي او لا ولازم تكون ضيقه او واسعه؟ ميرسي. I want a girl with a short skirt and a long. جاكيت الجينز تلبق لك بس بده يكون جاكيت يا طويله لانه عندك شويه كلوت شيفال، واذا لبستي جاكيت الجينز قصيره بده يكون القميص اللي تحتها اطول، يعني تلعبي على ليفلز بتيابك. وبدي انصحك شغله، شعراتك بدك تنتبهي عليهم لانه دغري فتنا على الموضوع ما بقدر، بدي اعمل لك ميك اوفر. ما كثير تقصرينه لانه وجهك كبير، خليكي على الشعر الطويل بس اعملي له شويه شيب. يعني بدنا نسال، انا بسالك تحت الهواء. ما عم جيب التياب معك جوزيف، ما عم نقل تيابنا. ثانك يو لك، وانا بشكرك كمان ورح تساعديني لتنقي التياب قريبا يعني. وانا بدي اشكر اليوم براك، انت حبيتي الشميز كمان قلتي لي كثير حلوه، براك نعماني على الشميز الحلوه. لما ثانك يو بنشوفك ان الله راد نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله. دوما شوفي. لكل المشاهدين نحن وياكم رح ننتقل لبرودكت 703 مع جمال بيكر. حتركي كمان لما توجه لعن جمال. صباح الخير جمال. صباح النور. يعطيك الف عافيه. ميرسي. كيفك؟ ماشي الحال؟ كثر خير الله. 703 هو برودكت جديد اليوم نعرف عنه، هو مع مجموعه في اناناس اللي كنا حكينا عنها سابقا ضمن عالم الصباح. صحيح. اللي هي بتعطي انرجي وبنفس الوقت بتعطي ميتابوليزم حلو للديجستيون للهضم. الى اخره. ونحن بنعرف انه فواكه الاناناس هي بتساعد على الامور كلها كيف اذا كانت مجموعه بحبه واحده. جمال خلينا نبلش، بدك نبلش ب 703 طبعا. خلينا نذكر الناس بس لحتى لانه في بعض الناس صار عندهم مثل التباس انه بطل في فيا اناناس او لا. او انتقلنا 703. لا اكيد فيا اناناس هو مجموعه من ضمن مجموعه شركه بوست شوب.
من ضمنها في فيا أناناس اللي هو بتعرف عنصر أساسي بعملية تنزيل الوزن، ومثل ما حكيت حضرتك كل حبة بتعادل 7 حبات أناناس. نعم. مركز جدا بيساعد كل الناس لحتى أنه يخسروا وزن، الأهم من دون أي أعراض جانبية مثل ما سبق وحكينا وعرفنا عنه كتير بالحلقات. بس أنا دايما كنت أتساءل وأنت شرحت لي وبرضو بحب دايما أسأل أنه الحبة كيف رح تجتمع فيها كل خواص 7 حبات بقلب هالكبسول الصغيرة؟ هيدي حبة كونسنتريك كتير مركزة فيها 200% أناناس، ما بتحتوي ولا على اي مادة تانية، بتحتوي على مادة البرومالين اللي هي تأخذ من جذع الاناناس، المادة الغير صالحة للأكل. مش من الحبة يعني؟ لا، من جذع الاناناس. من جذع الاناناس. بس هيدا الجذع كتير بيكون مركز. نعم. وهيدا الجذع الاناناس نحن ما فينا ناكله لأنه طعمته يعني مش محببة. نعم. بس هيدي الحبة مركزة جدا، يعني كل حبة مثل ما قلت لك هي 7 حبات اناناس، لأنه يعني البرومالين اللي بقلبها 200%. أوكي. لذلك بنشط الجسم، بيعلي الميتابوليزم، بيعلي سرعه الحرق، فينا نخسر كل يوم جزء من وزننا، والاهم ما في اي كونتر افي. نعم. هذا بالنسبه لفيا اناناس. في عندنا 703 اللي هو 7 دايز 0 افورت و 3 كيلوز بير 7 دايز، يعني صحيح 3 كيلو. 703 هو برودوي جديد عباره عن باكج جامعين فيه 3 برودويات. نعم. اساسيه كلياتها مواد طبيعية 100%، ما بتحتوي ولا على أي مادة مضرة للجسم نهائيا أو غير مسموح باستعمالها. بتعرف إلا الستات الحوامل أو المرضعات، هن الأشخاص بس يلي ما فينا نعطيهم أي برودوي لتنزيل الوزن أصلا ولا شيء ياخدوها. صح صح. 703 بيحتوي على 3 أشياء أساسية. تيفير باردون تيفير، الديتوكس اللي هو ميثود مانسير بوستر، يعني بينظف، هذا اللي بينظف. نعم. بيشيل كل القصص اللي بتتعلق الرواسب الدهنيه وهون. هيدي ميثود مانسير، هيدي شوربه من 7 انواع خضره اساسيه. نعم. 7 انواع خضره اساسيه مجتمعه اللي هي الملفوف، كل الناس بتعرف مدى اهميه الملفوف. نعم. ومدى كل الناس يعني ما في الطب الشعبي كتير بيعرف قديش أهمية الملفوف. صحيح. الملفوف، الكرافتس، البندورة، الهندبي، البصل، الهندبي، والفلفل الأحمر، إضافة للبروتين النباتي. أوكي. يلي بيساعد بتعرف البروتين النباتي يعني منشال من شو؟ بروتين النباتي من النباتي، من الحبوب يعني. طبعا. نعم. لأنه بتعرف اليوم لما تروح للبروتين ذات المصدر الحيواني هذا اللي بيزيد الفات واللي بيخلي الجسم يعبي كتير دهون وشحوم بالجسم من دون أسباب أبدا واجبة نهائيا. نعم. وما له إفادة أبدا لأنه بس بطريقة الاستعمال كيف بدها تكون؟ هلا اليوم في هذا الكتالوج. نعم. يلي موجود ضمن هذا الباكج. بتعرف نحن إذا بدنا نحكي بكل شغلة أبار نبيعها أبار هو رح يكون ثمنها كتير غالي. اليوم نحن جامعينهم بباكج واحدة حتى نقدر نساعد هالناس يلي بدهم يخسروا وزن. هيدا بروجرام لثلاث أسابيع، منه لأسبوع واحد يقدر الشخص يعتمد عليه لثلاث أسابيع. يعني 9 كيلو؟ 9 كيلو، عندك من 7 ل9 كيلو. لا، بها 3 قطع بس؟ 3 قطع، رح أشرح لك كيف. لا. بطريقة كتير مدروسة جدا وبعملية حسابية. يعني اليوم معروف شغلة إنه ميثود مانسير هيدا نظام سالب للوحدات الحرارية، كل وجبة تعتمد على 90 سعرة حرارية، تعتبر 90 سعرة حرارية. أوكي. اليوم تيخدمها الجسم، بس تاخد كاسة شوربة تيخدمها الجسم عم يصرف 300 سعرة حرارية. عم تعمل وجبتين بالنهار يعني عندك 210 سعرات حرارية ناقص بكل وجبة. أوكي. عم تعمل وجبتين عم تخسر 420 سعرة ماشي حرارية. ماشي ساعة وربع يعني. يعني عم بتشيل 420 سعرة حرارية وإضافة، لأنه اليوم ما بتقدر يعني اليوم لما تعمل وجبة ميثود مانسير رح نحضرها بالجمعة الجاية ورح نفرجي الناس كيف تحضرها. كيف بتتحضر؟ تنطبخ يعني على النار؟ عادي، مي سخنة. نعم. مع معلقتين شاي صغار بقلب كاسة 250 ملي ونحركها بننطرها 3 دقائق ونشربها. فينا نضيف عليها ملح، بهار، سبايسي إذا حبينا أي شيء. غدا وعشاء؟ غدا وعشاء، قبل الغدا بنص ساعة وقبل العشاء بنص ساعة. يعني بنرجع بناكل من بعد إذا أكل بدنا ناكله. أكيد أكيد. أكيد. بس اليوم أنت عم تاخذ كل الأنواع الفيتامينات اللي جسمك بده إياها. يعني اليوم عم تحصل على 25 نوع من الفيتامين والمعادن أثناء تناولك لميثود مانسير. ما في جسمك يقدر ياكل نفس كمية الأكل اللي كان عم ياكلها. يعني اليوم الأشخاص اللي عندهم إفراط بالأكل ما بيقدروا يضبطوا حالهم، عندهم ضعف. يعني اليوم في ناس بتقعد بتقول لك انا ما باكل، بس هو قاعد على الاكل بينسى حاله بياكل. صحيح. كميه اكبر بكثير. بس لك هي بتعبي كمان شوي البطن، يعني بتخليك تاكل كميه أكيد اقل. اكيد اكيد. اكيد بتعمل هذا الشيء طبعا، بتعبي البطن. بس اليوم عم تعبي البطن بطريقه عم تاخذ خضره.
طب الطعمه كيف استاذ جمال؟ كثير طيبه كثير طيبه. خبرتك انه فينا نحط بهار، فينا نحط ملح، نعم، فينا نحط سبايسي. في كتير زباين عنا بيحطوا بيحبوا الحر مع الشوربة. نعم. وبتعرف الحر اليوم بيساعد جدا لأنه هيدي فيها فلفل أحمر كمان. طيب. هيدا جدا بحر. بالنسبة لهذا المنسور، بالنسبة للتيفر كيف يتاخد؟ التيفر هيدا بناخد حبتين قبل الوجبة الأساسية بنص ساعة. هيدا حبوب. هيدا حبوب. كل حبة بتعادل 4 فنجان شاي أخضر. هيدا حبوب طبيعية. كل هيدي المجموعة أكيد كمان شغل فرنسا، نفس المعمل اللي عامل فيها أناناس هو اللي عامل. يعني بعد ما ناخد الشوربة بناخد حبتين قبل الوجبة الأساسية؟ ناخد الحبتين فينا قبل كمان، ما في مشكلة يعني. ما في مشكلة، ما في مشكلة. وبالنسبة للسيرو اللي موجود هون، هيدا عملية سهلة جدا. اليوم رح نستعمل هيدا الكوب اللي دي كونسنتري كتير. هيدا عنب بري، شمر، قريس وإكليل الجبل. هيدي كتير 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 مدروسة وطعمي طيبة جدا. نعم. يعني اليوم رح نحطها هيدي، رح نضيفها بقلب كباية مي، محطوط كل العلامة هون، رح نضيفها بكباية مي، رح نحركها على الريق الصبح. نعم. ورح نشربها على الريق. على الريق. كل الرواسب الدهنية، الأشخاص اللي بيعانوا من الكونستيبيشن، نعم، يلي عندهم مشكل كل يوم الصبح إنه هالجسم ما عم بيقدر يعني. إمساك عالي، ما عم بيقدر يتخلص من اللي أكله أو من الدهون من الرواسب اللي علقانة بالجسم. نعم. هيدا بخلال 10 أيام، هيدي رح تضاينه 10 ايام، رح تنظف الجسم كلي. في ياكل بعد قد ايه؟ في ياكل بعد ربع ساعة، ما في بعد ربع ساعة ما في مشكلة أبدا. وبتساعد لأنه يخفف الإمساك، يتخلص من الإمساك. كمان بده يستعمل على 3 أسابيع ولا بده؟ هيدي بتضاينه 10 أيام. 10 أيام. وهيدي بتضاينه 21 يوم. هيدا بروجرام ل3 أسابيع. والتيفير هيدي بتضاين 25 يوم. 25 يوم. يعني هيدا العلاج على 3 أسابيع تقريبا. على 3 أسابيع يخلي الإنسان يفقد 9 كيلو الماكسيموم. في ينزل من 7 لـ9 كيلو بعملية حسابية مضمونة جدا مع أكلاته اللي بياكلهم طبعا. مع أكلاته أكيد أكله رح يخف. ما في واحد اليوم اللي بينزل الوزن شغلتين، نعم، يا أما ناكل يا أما اللي ناكله نخسره. نعم. طب اليوم شخص عنده إفراط بوجبات الأكل ما عم بيقدر يخسر نفس يعني ما عم بيقدر يتنازل. نعم. يتراجع عن الكمية. نعم. اي اليوم بتروح عند اي اخصائي تغذيه بدايه بده يعطيك صحن وبلش يصغر لك اياه تدريجيا. صحيح. لحتى يوصلك لتصغر المعده وبتعود الانسان. صحيح. اليوم انت بقلب بيتك عم تقدر تحصل يمكن بسعر كشفيه حكيم. نعم. انك تقدر تحصل على الجسم يلي بدك اياه. نعم. بدون اي عوارض جانبيه. وهي كمان في لها شغله انه ممكن تنفخ المعده يعني تعبي، مش هيك بتخف كميه الاكل بالاول وعسه الشوربه. صحيح. يعني هذا كمان بيصغر المعده بطريقه غير مباشره. فينا نعرف سعر المجموعه ولا سعر كثير مدروس بس؟ نعم. بتعرف لانه في عنا بكل الدول العربيه بيختلف فرق العمله من. نعم. هيك نحن ما عم نقدر نعطي سعر حتى ما نختلف المطرح لمطرح. بس طيب. بيقدروا يتصلوا فينا ونقدر نخبرهم. بس شيء مقبول ومعقول. شي مقبول جدا 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 جدا. بين في أناناس و703 يعني نحن شيء طبيعي، أهم شيء يكون شيء طبيعي ما له أي ردات فعل جانبية. طبعاً. شكرا لك سيد جمال، بنشوفك على رد الأسبوع القادم ثلاثة لنخبر كمان أكثر عن الميزات ونحضر نحن وياكم الشوربة وكيفية استخدامها قبل الأكل. لكن المشاهدين نحن مكملين نحن وياكم عالمنا الصباحي. بعد هالوقفة بنرجع لنتابع مع كندا بيطار بفقرة أرض ورد، ورح نحكي عن البصليات وكيفية زرعها بهالوقت. خليكم معنا. We'll be right back.